فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الفهد نوع من الكلاب، فهل هو نجس كالكلب وسؤره كحكم سؤره؟ أي نعم، هو كلب. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يجوز بيعه وشراؤه؟ لا، هذا سبع ولا يجوز بيعه وشراؤه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.